أحييك مصطفى وأنقل لك الهواء. شكرا لك أحمد ولزملائنا ولضيوفك. أهلا بكم مشاهدينا. أكد بيان صادر عن اجتماعات وفدي المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس نواب طبرق المنعقدة في مدينة بوزنين المغربية، أكد إصرار الجانبين على استكمال ما تحقق في جولة المحادثات الأولى التي عقدت في الشهر الماضي. من جانبه قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغربي ناصر بوريطة أن المحادثات حققت تقدما مهما وأن الليبيين يعقدون آمالا كبيرة عليها. لقد حاول أعضاء المجلسين من خلال لجان الحوار المختلفة الاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية والقانونية التي حددها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية، ولكن استمرار الانقسام السياسي والتدخلات الخارجية السلبية ومحاولات التعقيل من هنا وهناك استنزفت الكثير من الوقت والجهد وأضاعت الكثير من الفرص. إن التدهور الخطير والمقلق في المؤسسات الرئيسية السيادية منها والخدمية حتم على المجلسين بذل جهود استثنائية للوصول إلى توافقات من خلال توحيد المؤسسات المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي. لقد توصل وفدا مجلس النواب والدولة في الجولة الأولى للحوار الليبي الشهر الماضي إلى تفاهمات مهمة حول آليات توحيد المؤسسات السيادية، وهناك إصرار على استكمال العمل في موضوع المعايير في أقرب الآجال. وبالتوازي مع جولة محادثات بوزنيغا، انطلقت اليوم أعمال مؤتمر برلين 2 لمناقشة تطورات الأزمة الليبية. وقال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس إن بلاده أبلغت داعم الأطراف الليبية بضرورة وقف تصدير الأسلحة. ضرورة وقف تصدير السلاح، مشددا على ضرورة إجراء المباحثات الليبية في إطار الأمم المتحدة. وأكد الوزير أن ليبيا لن تستقر دون وقف النار والالتزام بالخطة السياسية. وكانت الخارجية الألمانية قد قالت إن المؤتمر سيكون حوارا بين من وصفهم بالمتنفذين الخارجيين واللاعبين الدوليين في الشأن الليبي. توقعاتنا لمؤتمر ليبيا كما أكدنا ذلك سابقا هي الذهاب إلى حوار شامل ندعمه. ساهمنا بذلك في مؤتمر برلين ونريد البناء على مخرجاته ونتائجه. نريد من جميع الفاعلين في الصراع الليبي المشاركة في المفاوضات مرة أخرى. نعمل على تحقيق تقدم ملموس بمشاركة هؤلاء الداعمين وصولا إلى حوار وطني شامل ونزع للسلاح. كل هذه الأسئلة هي موضوع المحادثة الجارية حول ليبيا. لمناقشة هذا الموضوع انضم إلي عبر سكايب السيدة أمنة مطير عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أرحب بها. كما انضم إلي عبر سكايب من طرابلس الدكتور محمود إسماعيل الباحث المختص بالشؤون السياسية والاستراتيجية. أرحب ضيفي وأبدأ مع السيدة أمنة مطير. سيدة أمنة مطير، نبدأ مع توصيات مؤتمر برلين 2. مؤتمر برلين 1 كانت له توصيات وكان هناك قرارات، تعليقك على ما جاء به مؤتمر برلين 2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً ما جاء به مؤتمر برلين 2 لم يكن جديداً، وإنما توارد الحديث عنه سابقاً بخصوص توحيد المؤسسات المالية وكذلك فتح النفط وكذلك إعادة تصدير النفط. هذا ليس بالأمر الجديد، وإنما دائماً يقال هذا الأمر، لكن هل هناك تنفيذ لهذه التوصيات أم لا؟ هل هناك ضغط على حفتر من الدول الداعمة له، خصوصا من فرنسا التي حضرت هذا الاجتماع؟
أم لا؟ لا أدري، وإنما هذه توصيات ليست بالجديدة وإنما دائما تتكرر. طيب، يعني إذا كانت يعني هذه الدول التي تناقش القضية الليبية، وبالمناسبة هذه دول لم تدعو تونس ولا المغرب، المغرب التي يدور فيها نقاش في بوزنيقة، يعني في رأيك كيف سيتم تحقيق هذه التوصيات؟ يعني الحديث عن توحيد المؤسسات المالية، المؤسسات السياسية، الحديث عن المؤسسات النفطية، كيف سيتم تنفيذ هذه التوصيات؟ للأسف لاحظت، كنت عضو لجنة التعديلات سابقا، ولاحظنا أن العرقلة دائما تأتي من الأمم المتحدة وتأتي من المجتمع الدولي. سابقا وصلنا إلى يعني شبه اتفاق مع البرلمان، ولكن من قطع هذا الاتفاق هو الأمم المتحدة، لأنها تدخلت في تفاصيل كان البرلمان يعني لا ينتبه لها، وكانت الدفة ماشية. والآن نجد أن اجتماع برلين تزامن مع اجتماع بوزنيقة وتزامن مع اجتماع المغرب، وهو لإبعاد الطرفين الرئيسيين لوضع حل للأزمة الليبية. لا ندري هل ما زالت الأزمة الليبية تتمخض عند المجتمع الدولي ولم يستقروا على رأي لتحديد صلاحيات كل طرف، أو لتحديد حل الأزمة الليبية أم لا. ولكن حاليا نجد أن المجتمع الدولي هو من يعرقل المضي قدما في حلحلة المشكل الليبي، أو إبعاد على الأقل إبعاد حفتر من المشهد، وهم شاهدون على المجازر التي فعلها حفتر سواء في ترهونة أو في المنطقة الشرقية. يعني هم شاهدون على هذه الحقبة، هل ما زالوا يدعمون حفتر وما زال حفتر الطرف الرئيسي لديهم، أم يريدون صناعة شخصية أخرى مثل حفتر، وسيتكلمون ويجمعون المجلسين عندما تتبلور هذه الشخصية ويتم الإعداد لها إعداد جيد. سيد أمن مطير، أرجو أن تبقي معي. أدب للسيد محمود إسماعيل. سيد محمود إسماعيل، يعني كانت هناك تصريحات للمبعوث الأممية إلى ليبيا، قالت إنه فقدان الليبيين لسيطرتهم أو كامل السيادة على بلدهم أمر فظيع. تحدثت عن 9 دول، هذه الدول قالت عنها المبعوثة الأممية أنها يعني عليها أن تتوقف عن انتهاك حظ الأسلحة. وهذا السؤال، يعني إذا كان مؤتمر برلين تشارك فيه الإمارات ومصر وفرنسا وروسيا وهذه الدول تساعد طرف بعينه وهو حفتر، كيف يمكن أن يكون هذا المؤتمر داعم لتوحيد ليبيا والوصول إلى كامل السيادة الليبية للليبيين على التراب الليبي؟ أعتقد جازما بأن المؤتمرات التي عقدت في الماضي في ليبيا عدد كبير ربما خرجت جميعا ببيانات، ولكن لم تصل إلى آليات تنفيذ معقولة من أجل الولوج إلى عملية سياسية ناضجة. الليبيون حقيقة ذاقوا الأمرين جراء التدخلات السلبية من دول من الشبابيك بدل الأبواب. فبدل من أن تقيم علاقات مع المؤسسات الرسمية، جاءت من خلال الكواليس من أجل أن يكون هناك علاقات مع أجسام نشاز، مع متمردين وعلى رأسهم حفتر بداية ونهاية. عندما تذكر دول بعينها وعلى سبيل الإمارات وأيضا مصر السيسية وأيضا روسيا وفرنسا، وهي دول حقيقة كبيرة في بعضها، والبعض الآخر هي صغيرة ولكن تحاول أن تتنمر على بعض الدول الضعيفة أو تنفذ أجندات من خلال إعادة صناعة طغاة، لأنها تخاف أو تخشى ربيع الثورات العربية في أن يصل إليها. من هذه الزاوية لزامنا القول بأن تعدد المنصات في عملية ربما ينظر إليها من شكل فعلي على أنها عدم الرغبة في حل الإشكال كحزمة واحدة. فهناك جزء في مصر في الغردقة، وجزء بالمغرب، وجزء يعد له في جنيف، فلماذا هذا التعدد؟ ومن زاوية ثانية علينا أن نذكر بأن جيد أن يجتمع الليبيون، يكون أجود منه في أن نصل إلى نتائج، ولكن أجود من هذا وذاك في أن تكون النتائج أيضا مقبولة وأن تصل إلى آلية تنفيذ، وأن تكون هناك ضمانات دولية ومحلية قابلة
يجعل من هذا الاتفاق قابلا للتطبيق، وبعيدا عن هذا وذاك عندما نتذكر أن هناك اتفاقات شبيهة سابقة واتفاق الصخيرات، مع أنه فيه كثير من المواد الجيدة، ولكن الواقع أنه بدأ واضحا أنه ربما قد عفى عليه الزمن. هناك تعديلات ومحاولات من مجلس الدولة المتكاتف على نفسه، لا شك، لا شك أنه جسم متماسك في عكس مجلس النواب لأنه منقسم. سيد محمود إسماعيل، عذرا على المقاطعة، عذرا على المقاطعة، لكن أنا معي عضو في المجلس الأعلى للدولة السيد أمن مطير، أرجو أن تبقى معي لأني أريد أن ترد على ما قلته. سيدة أمن مطير، استمعت إلى ضيف يتحدث عن المجلس الأعلى للدولة واتفاق الصخيرات بأنه ليس الأمثل، لكن هل اتفاق الصخيرات والمجلس الأعلى للدولة والوضع الآن في ليبيا، يعني هل ساهم بقدر كبير في استقرار ليبيا، في الحفاظ على القضية الليبية حية، في عدم تمزيق ليبيا؟ على ما أعتقد نعم، لأن هناك يعني كان هناك إجماع كبير على عودة الدكتاتورية خصوصا من المجتمع الدولي، وحوربت الديمقراطية في ليبيا حرب شرسة، هذا ما جعلهم يتكاتفون للدفع بحوار، وكانوا يقولون هذا الأمر، هذه حلحلة المشكلة الليبي ليست حلحلة قانونية وإنما حلحلة سياسية، وأدخلونا في حوار وأدخلونا في يعني تفاهمات، وهذه التفاهمات فرضت، ولكن هم واجهوا كتلة صلبة وهي المجلس الأعلى للدولة، وهذه الكتلة ما زالت تحاول وتكافح من أجل الديمقراطية ومن أجل يعني ثورة فبراير وتحقيق أهداف ثورة فبراير. لاحظنا أن في منذ توقيع اتفاق الصخيرات إلى الآن هناك دعم غير طبيعي للتكنات العسكرية، وكذلك لدعم عسكري لدكتاتور يحاول النهوض للسيطرة على التراب الليبي. حاليا نجدهم عندما خسر حفتر الهجوم الغادر الذي قام به على مدينة طرابلس، حاليا نجد أن المجتمع الدولي اتجه إلى مرة أخرى إلى التفاهمات السياسية، تناسى النصر الذي حققته حكومة الوفاق، وإنما ذهب إلى يعني اجتماعات، وكذلك يريد أن يضع تفاهمات، ولست أدري هل وضع هذه التفاهمات هي لإقصاء فبراير والأتيان بشخصية أخرى غير معروفة مثل ما حدث مع السراج، أو ستوضح هذه التفاهمات على أرضية بينة ليعرف الجميع ما لهم وما عليهم. نعم، أرجو أن تبقي معي سيدة أمن مطير. أهلا بالسيد محمود إسماعيل. سيد محمود إسماعيل، يعني الحديث الآن حول ما تقوم به المغرب الجارة، وسؤالي أيضا، المغرب وتونس تم استبعادهم من مؤتمر برلين، وهناك من يتساءل يعني على مواقع التواصل الاجتماعي الحديث عن أنه دولة الإمارات، دولة الكونغو موجودة في مؤتمر برلين، والمغرب التي تستضيف بوزنيغا واستضافة الصخيرات غير موجودة، وبالتالي يعني كيف يمكن لليبيين أن يتغلبوا على كل هذه النزاعات والتنازع الإقليمي للأطراف الليبية؟ يتمنى أن يكون الحل ليبيا، ولكن ذلك لم يحقق ولن يتحقق ما لم يكن أيضا هناك انسحاب للغزاة الذين أتوا من كل حدب وصوب، وعلى رأسهم بعض من مجموعة الإمارات وبعض آخر من مصر التي هي جارة ولكن شاركت بشكل سلبي في غزو ليبيا، وأيضا من قوات الجنجويد وقوات الفاغنر وغيرها كثر. نتكلم على واقع أن هذه دول تدخلت سلبيا في الدولة الليبية. من زاوية ثانية لزم أن نقول لأنه نعم هناك الأجسام الموجودة حاليا تمر بضعف سواء كانت في الشرعية أو في المشروعية، ومع هذا وذاك نجزم بأنه لا بد من العبور إلى ما يتعلق بإنهاء المرحلة الانتقالية. كيف يمكن الولوج إلى هذا؟ جيد أن يكون هناك التوافق، وأجود منه كما ذكرت في أن يرى التوافق تطبيقا، وأن لا يكون هناك نكوصا، وأن يجد أيضا ضمانات في أن حفتر لن ينقض عهدا. الواقع العملي أن هذا ليس مكانه إلا تحت في القبر أو خلف القضبان، لا يمكن القبول به. ومن زاوية ثانية لزاما أن يكون هناك وضوح وشفافية في متى تنتهي المرحلة الانتقالية التي طالت وطالت جدا. زاوية أخرى علينا أن نكون
واقعيين فيها، وهي أن الليبيون حقيقة شعروا بأن المجلس الرئاسي وبعد مرور مدة طويلة وطويلة جدا على مدة تكليفه بالصخيرات إلى الآن لم ينجز الكثير، فهناك نوع من التلكؤ والأيادي المرتعشة وعدم القدرة. أي نحن نحتاج إلى ما يتعلق بفصل المجلس الرئاسي على حكومته، أن يكون هناك رئيس للوزراء يقوم بتعيين أو اختيار وزرائه بشكل مصغر من أجل الولوج والعمل على أن يكون هناك إنهاء في وتوفير لخدمات المواطن، الكهرباء المقطوعة والمياه المفقودة والإشكاليات المربكة، هناك حقيقة رابكة لا بد من حلها. لزاما أيضا التوجه إلى أنه لا بد من أن يكون هناك جسم قار، وهناك أيضا مشروع لدستور يجب أن ينظر فيه، لماذا لا يكون مشروع الأمم المتحدة صغيرا متمثلا في إعطاء الليبيين حقهم المتمثل في نعم أو لا لمشروع الدستور؟ إن رفض وبرعاية أممية فليرجى إلى إمكانية إنشاء لجنة على هيئة اللجنة التي كانت في نهاية في بداية الخمسينات بالمتمثلة في إنشاء دستور لليبيا، لماذا لا يكون المشروع واضحا؟ أيضا الأمم المتحدة حقيقة في بعثتها متدخلة سلبيا في ليبيا، لم توضع معايير لاختيار الأشخاص ولم توضع أيضا معايير لانتهاء المرحلة، وواضح أن الخريطة مربكة ولا واقع أنه ربما دفعهم إلى هذا. تعدد المسارات لا يخدم الدولة الليبية، تعدد المسارات سيؤدي إلى نوع من الربكة. جيد أن يكون هناك توافقات في معايير لمن يتولي الوظائف، ولكن أيضا المحاصة ستكون أيضا صعبة في هذه المرحلة. من زاوية ثانية، ودعني أقول أن هناك أسلفت تدخلات من دول لا بد أن تتوقف إذا أريد لليبيا النهوض. دكتور محمود إسماعيل الباحث السياسي الليبي، شكرا جزيلا لك، وأشكر أيضا السيدة أمنة مطير عضو المجلس الأعلى للدولة الليبية، شكرا جزيلا. مشاهدينا، المسائية مستمرة، وبعد الفاصل فقرتنا الأسبوعية استاد مباشر.